الدرس 93 من مراسلة الملوك إلى فتح مكة. بعد تلك الهدنة التي تمت بصلح الحديبية، أمن المسلمون شر قريش، وأصبحت طرق المواصلة مع سائر الجهات متيسرة، فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر الدعوة وتعميمها، فكاتب ملوك الأرض يدعوهم وأممهم إلى الإسلام، واتخذ له خاتما نقشه محمد رسول الله. فبعث دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم، وكان بالقدس. فلما وصله الكتاب، وكان أبو سفيان بالشام في تجارة، فاستدعاه وسأله عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. فسأله: هل تكلم بهذا القول أحد قبله؟ فقال: لا. فسأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فقال: لا. فسأله: هل كان من آبائه ملك؟ فقال: لا. فسأله: هل أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. فسأله: فهل يزيدون أم ينقصون؟ فقال: بل يزيدون. فسأله: فهل يرتد أحد منهم كراهية في دينه؟ فقال: لا. فسأله: هل يغدر إذا عاهد؟ فقال: لا. فسأله: هل قاتلتموه؟ وكيف حربكم وحربه؟ فقال: حربناه، وكانت الحرب بيننا وبينه سجالا، مرة لنا ومرة علينا. فسأله: بما يأمركم؟ فقال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهى عما كان يعبده آباؤنا، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فاستنتج ذلك الملك مما ذكر أنه نبي، وقال لأبي سفيان: إن كان ما كلمتني به حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ثم جمع عظماء الروم وحادثهم في اتباع هذا النبي، فنفروا، وقد غلب عليه حب ملكه فلم يسلم، ولكنه رد دحية ردا جميلا، وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير بكتاب إلى أمير بصرى. فلما بلغ مؤتة من قرى الشام، تعرض له شرحبيل العسالي فقتله، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. وأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا إلى أمير دمشق التابع لملك الروم، فلما وصله الكتاب وقرأه رمى به واستعد لحرب المسلمين، واستأذن ملكه في ذلك فلم يأذن له. وأرسل عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من قبل ملك الروم، وكان بالإسكندرية. فلما قرأه قال لحاطب: ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده؟ فقال له حاطب: ألست تشهد أن عيسى رسول الله هو ابن الله؟ فلما لم يمنعه الله حين أخذه قومه ليقتلوه؟ فقال المقوقس لحاطب: أحسنت، ولقد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضار ولا بالكاهن الكذاب، وسأنظر. ثم كتب رد الجواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام لا اعتراف فيه ولا إنكار، وأهدى له جاريتين، إحداهما ماريته التي تسرى بها عليه الصلاة والسلام، وأتى منها بولده إبراهيم. وأرسل عليه الصلاة والسلام كتابا إلى النجاشي ملك الحبشة، فلما قرأه قال للرسول: إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل. وأرسل إلى كسرى ملك الفرس فاستكبر ومزق الكتاب، فمزق الله تعالى ملكه كل ممزق. وأرسل إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين فأسلم، وأسلم معه بعض قومه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أميرا من قبله على جهة البحرين. وأرسل إلى جعفر وعبد الله ابني الجلندة ملك عمان فأسلم بعد أن سأل عما يأمر به النبي وينهى عنه، فقال لهما رسول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى هودة بن علي ملك اليمامة، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الأمر فلم يجبه. غزوة خيبر. بعد أن تم صلح الحديبية
واستراح المسلمون من غزوات قريش، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستريح أيضا من أعدائه القريبين الذين يتربصون به الشر، وهم أهل خيبر الذين حزبوا الأحزاب على المسلمين في غزوة الخندق. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى خيبر في أول السنة السابعة للهجرة، وكانت خيبر محصنة بثمانية حصون، فعسكر المسلمون خارجها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم ليرهبهم. فلما رآهم مصرين على القتال بدأهم بالمرماة، واستمروا في المناوشة 7 أيام، ثم حمل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم وتابعوهم حتى دخلوا أول حصن، فانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه فقاتلوا عنه قتالا شديدا حتى كادوا يردون المسلمين عنه، ولكن المسلمين اقتحموا عليهم هذا الحصن حتى ألجأوهم إلى الحصن الذي يليه وحاصروهم فيه ومنعوا عنهم جداول الماء، فخرجوا وقتلوا حتى انهزموا إلى حصن آخر، وهكذا حتى لم يبقى غير الحصنين الأخيرين، فلم يقاوم أهلهما بل سلموا طالبين حقن دمائهم وأن يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم، لا يأخذ الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، وغنم المسلمون من خيبر غنائم كثيرة من دروع وسيوف ورماح وأقواس وحلي وأثاث ومتاع وغنم وطعام. وقد قتل من اليهود في هذه الغزوة 93 قتيلا، واستشهد من المسلمين 15 شهيدا. وفي هذه الغزوة أهدت امرأة يهودية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذراع شاة مسمومة، فأخذ منها مضغة ثم لفظها حيث أعلمه الله تعالى أنها مسمومة، وقد اعترفت تلك المرأة بما فعلت وقالت: قلت إن كان نبيا لن يضر، وإن كان كاذبا أراحنا الله منه، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح خيبر أرسل صلى الله عليه وسلم إلى يهود فدك فصالحوا على أن يتركوا له أموالهم ويحقن دماءهم، فأجابهم لذلك. وبعد رجوع المسلمين من خيبر قدم من الحبشة بقية من كان فيها من المهاجرين، منهم جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وقومه بعد أن أقاموا بها 10 سنين. وقد أسلم بعد غزوة خيبر 3 من عظماء الرجال: خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طليحة العبدري. ولما حال الحول على صلح الحديبية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الذين صدوا معه عن البيت عام الحديبية ليخذوا تلك العمرة التي صدوا عنها حسب عهدة الحديبية. فلما وصلوا إلى مكة خرجت منها قريش ودخلها المسلمون وقضوا عمرتهم وقاموا بمكة 3 أيام وانصرفوا إلى المدينة بسلام. سرية مؤتة. في منتصف السنة 8 للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا مؤلفا من 3000 مقاتل للاقتصاص من عمرو بن شرحبيل أمير بصرى من قبل الروم لقتله الحارث بن عمير الذي بعثه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام. فلما بلغ هذا الجيش أرض مؤتة قابلهم الروم والعرب المتنصرة في 150,000. وكان قائد المسلمين زيد بن حارثة فقتل، فتولى القيادة جعفر بن أبي طالب فقتل، ثم عبد الله بن رواحة فقتل، وكان هذا الترتيب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن استشهد من سماه النبي صلى الله عليه وسلم اتفق الجيش على تولية خالد بن الوليد، فجعل يخادع الأعداء حتى ألقى الله الرعب في قلوبهم وانصرفوا. فتح مكة. كانت بطون خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت بنو بكر بن وائل في عهد قريش، وكان بين هذين الجيشين دماء، فثار بنو بكر على خزاعة وساعدتهم قريش بالسلاح والأنفس وقاتلوهم. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من خزاعة وأخبروه بنقد قريش للعهد. فلما أحست قريش بما فعلت جاء
جاء منهم أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوي العهد ويزيد في المدة، فلم يجبه إلى ذلك. وتأكد المسلمون من نقض قريش للعهد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتجهزوا وكتم عنهم الوجه. فاجتمع لذلك 10,000 من المسلمين من المهاجرين والأنصار وطوائف من العرب، وخرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر مضت من شهر رمضان في السنة 8 للهجرة، وساروا حتى نزلوا بمر الظهران بقرب مكة بدون أن تعلم قريش بوجهتهم. وقد كان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة بأهله، فقبله عليه الصلاة والسلام في الطريق فأرجعه معه وبعث بعياله إلى المدينة. وبينما جيش المسلمين بمر الظهران، إذ خرج أبو سفيان ومعه آخران يتجسسون الأخبار لما كانوا يتوقعونه من عدم سكوت المسلمين على نقض العهد، فظفرت بهم جنود المسلمين. وكان أول من لقي أبا سفيان العباس بن عبد المطلب، فأخذه معه حتى وصل به إلى خيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه وسلمه للعباس. فلما أصبح أسلم وشهد شهادة الحق، فقال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ثم أمر العباس أن يقف بأبي سفيان حيث يسير الجيش حتى ينظر إلى المسلمين، فجعلت القبائل تمر عليه كتيبة كتيبة حتى انتهت. وانطلق أبو سفيان إلى مكة مسرعا ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون، وهو جبل بمعلات مكة، وأمر خالد بن الوليد أن يدخل مكة بمن معه من كدي، وهو جبل بأسفل مكة من جهة اليمن. ودخل صلى الله عليه وسلم ومن معه من كداء، وهو جبل بأعلى مكة، ونادى مناديه: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. واستثنى من ذلك جماعة أهدر دماءهم لشدة ما ألحقوا بالمسلمين من الأذى، منهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأكرمة بن أبي جهل، وكعب بن زهير، ووحشي قاتل حمزة، وهند بنت عتبة زوج أبي سفيان، وهبار بن الأسود، والحارث بن هشام، وهؤلاء قد أسلموا. وقد صادف جيش خالد بن الوليد في دخوله مقاومة من طائش قريش، فقاتلهم وقتل منهم 24، واستشهد من فرقته 2. وأما فرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تصادف مقاومة، وقد دخل عليه الصلاة والسلام راكبا راحلته وهو منحن على الرحل تواضعا لله تعالى وشكرا له عز وجل على هذه النعمة العظمى، وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشر خلت من رمضان. نصبت له عليه الصلاة والسلام قبة في الموضع الذي أشار بأن تركز فيه الراية، فاستراح في القبة قليلا، ثم سار وهو يقرأ سورة الفتح وبجانبه أبو بكر، حتى دخل البيت وطاف سبعا على راحلته واستلم الحجر بمحجنه. وكان حول الكعبة أصنام كثيرة، فكان يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، وما يبدئ الباطل وما يعيد. بعد أن تم رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، أمر بالأصنام فأزيلت من حول الكعبة، وطهر الكعبة من هذه المعبودات الباطلة. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام مفتاح الكعبة من حاجبها عثمان بن طلحة الشيبي، ودخلها وكبر في نواحيها، ثم خرج إلى مقام إبراهيم وصلى فيه، ثم جلس في المسجد والناس حوله ينتظرون ما هو آمر به في شأن قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ورد مفتاح الكعبة لسادنها، ثم خطب في الناس خطبة
أبان فيها كثيرا من أحكام الدين، وبعد أن أتمها شرع الناس يبايعونه على الإسلام، فأسلم كثير من قريش. وممن أسلم في ذلك الوقت معاوية بن أبي سفيان وأبو قحافة والد الصديق، وأسلم بعض من أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه في ذلك اليوم وبايع، فقبلت بيعته. وبعد أن تمت بيعة رجالي بايعه النساء. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة، وكانت هذه أول مرة ظهر فيها الإسلام على ظهر البيت. وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها 19 يوما، أرسل في أثنائها خالد بن الوليد في 30 فارسا لهدم هيكل العزى، وهو أكبر صنم لقريش، وأرسل عمرو بن العاص لهدم سواع، وهو أعظم صنم لهذيل، وبعث آخر لهدم مناه، وهي صنم لخزاعة.